ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أحبائي، مبسوط أكون معكم في حلقة جديدة من ترنيمة وعود، واليوم حلقتنا مختلفة نوعا ما. رح نحكي ونتناقش في موضوع إنه كيف تلحن وكيف تألف، مثلا بيسموه تأليف أو تلحين. رح نتكلم عن التلحين اليوم، إنه لو بدك تاخد جزء من مزمور وتلحنه. أنا أخذت مزمور 104 عدد 34 من هذا المزمور، اللي بيقول أغني للرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجود، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. لما تقرأ الكلام حاول يكون لحنك بيوحي الكلام بالنسبة لك، يعني ما تلحن عشان تلحن، لأنه أي واحد ممكن يحط أي لحن لأي جملة، أي جملة موسيقية لأي كلام مكتوب بقصده. لكن كل ما كان طالع من قلبك، كل ما كان طالع من قلبك بيضل معك فترة أطول، ويمكن يوصل لغيرك. مش كل شيء بلحنه الإنسان في حياته بيكون ماستر بيس، بيكون إشي بينشهر وبيكون بيتعرف، لكن المهم أنك تنمو في العلاقة مع الله وإنت بتلحن، تلهج في كلام الكتاب. لو عشت مع الآية مثلا وتقول له أنا أغني لك في حياتي وأرنم لك ما دمت موجود، أنا شعاري إني أنا مرنم للرب، مش على منبر، أنا شعاري وين ما كان أنا مرنم للرب، في تصرفاتي مرنم للرب، في بيتي مع أولادي مع عائلتي. وترنيم مش بس إنه غنى، ترنيم الترنيم هو أي شيء يشهد لمجد هذا الإله. يمكن عمل كويس سميه ترنيم، هو مش هالاسم مش معتمد، لكن أنا بشوفه بحياتي هيك، بشوف إذا أنت مرنم أو مسبح، موضوعك مش موضوع منبر، مش موضوعك مش موضوع ناس ولا كاميرات، موضوعك موضوع أنك أنت بينك وبينه، عشان تنمو في العلاقة وترتقي وتفهم شو عمل لك هذا الإله، وتفهم شو معناه تسبيحه اللي هو مش مستني من كلام منمق ولا لحن يكون واو، لكن هو مستني قلب منكسر طاهر وإيدين مرفوعة مع هذا القلب تمجده تسبحه معترفة هذه الشفاة وهذا القلب لما صنع في حياة هذا الإله العظيم. تعالوا نجرب لحن ونجرب ألحان على نفس الجملة، على نفس الجملة المكتوبة على مقامات تانية. تعالوا نبتدي على مقام النهاوند من الري أو من الدي. أغني للرب، أغني للرب، أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي، أرنم لإلهي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا. قولوا معي، أغني للرب، أغني للرب، أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي، أرنم لإلهي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب،
فيا لذ له نشيدي، وأنا أفرح بالرب. زي ما لاحظتوا جمل بسيطة وفيها سيكونس. ابتديت الجملة الأولى أغني للرب، والنوتة اللي بعدها في السلم يعني تنازلي أغني للرب، وتنازلي أغني للرب في حياتي، وتاني بتنعاد بنفس الأسلوب أرنم لإلهي أرنم لإلهي أرنم لإلهي ما دمت موجود. فأنا في النهوان وعملت لحن سهل إنه يتكرر، ممكن أكون في أي مقام. فنروح لمقام شرقي مثلا، نروح للرصد. ولحنك يمكن يكون إلك، فأنت تعمله تطريبي، تعمله إشي بتحب تسمعه، مش إنه سهل الناس تقول معك، يمكن تقول لوحدك. أغني 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 للرب أرنم 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 لإلهي ما دمت موجود، فيا لذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب وأنا أفرح بالرب. طبعا لازم تسجل، لأنه لو سألتني أعيد اللي عملته مش رح أعرف أعيده لأني نسيته. بس هي هاي الفكرة، وتجرب لحن على لحن، تجرب إنك تغير مقام، تجربي إنك تغيري أسلوب التأليف نفسه، إنك ما تكررش كلمة معينة تقوله كله على بعضه جملة كاملة، أو تقطع وتقول أنت الكلام اللي حابب إنه تعمل له emphasis أو تأكد عليه. مثلا بياتي لو أنا بدي أرنم شيء شعب الرب يقوله معاي، لازم يكون بسيط، لازم يكون سهل الحفظ والتكرار. أغني للرب في حياتي أرنم إلهي ما دمت موجود، أغني للرب في حياتي أرنم إلهي ما دمت موجود، فيا لذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب، فيا لذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. لكن لو بترنم بطريقة حرة أكتر أنت لوحدك وبدك تألف شيء لوحدك، بيكون طبعا الموضوع مختلف. ممكن تاخد أي جملة بتحلالك أنت، أو أي جملة أنت بتحسي إنها لابقة على صوتك. أغني للرب في حياتي أرنم لإلهي ما دمت موجود، فيا لذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب، فيا لذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. ممكن تغير المقام، أي مقام بيخطر على بالك، حتى الصبا. أغني للرب أغني للرب أغني للرب في حياتي أرنم لإلهي
ورنم لإلهي ورنم لإلهي ما دمت موجودا. يمكن طلع حزين شوي، بنحاول نغيره. أغني للرب، أغني للرب في حياتي، ورنم لإلهي ورنم لإلهي ورنم لإلهي ما دمت موجود. فيا لذ لون نشيدي وأنا أفرح بالرب، فيا لذ لون نشيدي وأنا أفرح بالرب. ممكن نطلع من الآلي بالعربي خالص أو كليا ونروح للعجم أو الميجر، طبقة الفا مثلا. أغني 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 للرب في حياتي، أرنم 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 لإلهي ما دمت موجودا. فيا لذ لون جيدي وأنا أفرح بالرب، فيا لذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. طبعا أنا بأكد وبقول إنه كل الألحان اللي عملتها اليوم مش ألحان رائعة يمكن، أو بسيطة جدا، أو يمكن أطفالية بعض الأحيان، لكن هاي الأسلوب المحاولات إنك تجرب وتحاول، ويمكن في البداية صعب، لكن بداية التأليف هي تجارب. جرب أنك تكتب، طبعا المواهب رح تتعدد، رح تسمع أخوك أو أختك يمكن كتب جملة أحلى، ألف جملة لحنية أحلى أو أفضل، وفي النهاية كلنا مع بعض نسمو أنه نوصل لجملة حلوة الناس ممكن تسبح فيها، شعب الرب في الكنيسة ممكن يقولها، ممكن أنت تسبح فيها في اجتماعات بيتك. هاي الفكرة العامة المبسطة، بصلي تكون هالفكرة وصلت، وبصلي يكون الموضوع ما كانش معقد، بكون أبسط من ما كنت تفكر أو كنت تفكري. ولحد ما أشوفكم بترككم برعاية المسيح، الرب يكون معكم وبارك حياتكم. سلام المسيح. ترنيمي وعود